عجيب من آخر مغامرة وهو بيلعبنا بطريقتنا يا يحيى. تقصد إيه يا أستاذ عصام؟ أقصد إن الأول كان بيتعامل إنه أذكى مننا كلنا، وإنه يقدر يخدعنا أو يخوفنا عشان نعمل اللي هو عاوزه. لما شاف النتيجة وعرف قيمتك كويس فكر تاني، واكتشف إن الخطوة اللي إحنا بنسبقها هي اللي دايماً معطلاه وبتخليه يخسر. طب دلوقتي إحنا هنعمل إيه؟ هو عاوزني أروح له المعمل لوحدي. اوعى يا يحيى، أنا خايفة عليك قوي، ده أنت كده هتبقى رايح له برجلك. هو فاكر عشان على أرضه وسط رجالته هيكسب. أنا بقى عندي خطة، تقدروا تقولوا كده هجمة مرتدة، لو نفذناها صح هنجيب جول. أكيد في بناتهم سر بيخليهم طول الوقت ده بيتكلموا واقفين مع بعض سوا كده، بس إيه السر اللي ممكن يخلي علاقة طالب ومدرس بالشكل ده غير الدرس الخصوصي؟ أكيد بيحبوه وما بيفهموش التاريخ غير منه عشان بيديهم درس خصوصي. أمال إيه؟ بس المشكلة إن حضرة الناظر مش مصدقني. عنده حق، عنده حق طبعا، لأني ما قدمتش دليل يثبت ده. لازم أوصل لدليل يخلي الناظر يصدقني. فهمت هتعمل إيه يا يحيى؟ فهمت. تفتكر هيكون في أي مفاجآت مش عاملين حسابها؟ عشان كده أنا هكون براقبك من بعيد عشان لو في أي حاجة حصلت. بس أنا متأكد إن عجيب طول ما هو محتاجك مستحيل يأذيك. وأنا هروح أقول لبابا وماما وأطمنهم. يعني في كل مرة بتبقي عاوزة تيجي معانا، لما عرفتي إن الموضوع ممكن يقلب جد قلتي هتروحي. أمال فين شجاعتك يا كنوز؟ بقى كده يا يحيى أنا غلطانة إني عاوزة أطمن بابا وماما عليك. لا طبعا يا كنوز، أنت عندك حق، أنا كنت برضو هقولك تعملي كده، لأن ماما أكيد قاعدة قلقانة وبابا زعلان وحاسس إنه ضيع التمثال، وأنا مش عاوزه يفضل متضايق أو فاكرني زعلان منه. أنا عارف إنه كان بيعمل كده عشان مصلحتي. طبعا يا يحيى، بس تفتكر هتعرف تاخد التمثال من عجيب؟ عجيب شخص مش سهل. خلينا نشوف النهاردة هنوصل لإيه. خلاص يا يحيى ماشي، يلا بينا بقى عشان بروفة المسرح. تفتكر يا يحيى لو رحت معاك الزمن التاني باللبس ده يصدقوا اني كاهن فعلا؟ امال طبعا يا مازن، فعلا هيصدقوا وهيخلوك كبير الكهنة كمان. ياه للدرجة دي انا مقنع ولبس الشخصية؟ انا جاهزة. يا جماعة النهاردة اخر بروفة للمسرحية دي، لازم نكون مركزين عشان نعجب لجنة التحكيم في العرض النهائي وناخد مركز على مستوى المحافظة. أنا عرفت إن بعد كده مطلوب مننا نقدم مسرحية جديدة تنافس على مستوى الجمهورية كلها. ها هنعمل إيه بقى؟ ها؟ ما تقلقوش، أنا حضرت قصة جديدة للمسرحية اللي هنقدمها بعد مسرحية الملك وسمكة اللؤلؤ. يلا يلا بقى عشان البروفة.